وغدا الحادي. قد ما بتكون كل القوايا تحكم مسانيد وفعلا اذهبوا الى قانون غير طائفي كما ينص عليه الطائف. ليه ما منجيب برلمان من خارج القيد الطائفي؟ هذا ده انا متابع كمان معكم على الفرعيه. صباح خير يا طرح على الساحه من ضمنه مثلا من ضمن المواضيع سجن رومي اللي هو مواضيع ما بنقعد نعرفها. بعتبر هذا الموضوع سوء ايام الخدمه ببعض الشركات الخلويه، لكن من الاستثناءات اللي صارت اللي هو بالامس تفجير في الضاحيه الجنوبيه تحديدا في منطقه حي السلم. معنا زميلنا باسل العريدي اللي عم يتابع من مساء الامس هذا الموضوع. صباح خير، شو صار؟ يعني كيف تقرا ما جرى بالامس في حي السلم؟ وهل هي رساله؟ كيف تقرا هذا؟ احد وصفه بانه فرق النير انه هذه المنطقه تخضع لسلطه حزب الله وكانه انه فيها تفتيش لكل المارة وهيك. يعني اذا زادت المناعه بتحمي من التفجيرات؟ هلا